الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم بإذن الله أطيب الوصفات. معنا عندي إن شاء الله اليوم وصفة فطائر تركية كتير سهلة ولذيذة، أو أكتر ما تتصور، روعة، بعجين كتير هشة وخفيفة. عندي هون كاسة من الحليب الدافي 22 ملي مقدارة، بسم الله الرحمن الرحيم. كاسة إلا ربع من الزيت نباتي خلطته مع زيت زيتون. هاخد نص كاسة من المي طبعا الدافي، كمان معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، بسم الله. كمان بيضة، هاي البيضة نحركهم مع بعض، البيضة والحليب والمي. وعندي هلأ بكيت خميرة طبعا أو ما يعادل معلقة كبيرة من الطعام، هاي شايفين 7 جرامات أو ما يعادل معلقة كبيرة من معلقة الطعام، بسم الله. هلا بدي انزل عندي الطحين لما تاخد العجينة عنا، بسم الله. حسب يعني العجينة، هي اول كاسة طبعا، نفس الكاسات تعيروا فيه حسب العجينة ما تاخد. هاي تاني كاسة، هاي التالتة، نبلش نعجن ونشوف العجينة حسب ما تاخد عنا، ممكن تاخد 4 3 اكتر. طبعا الخليط عنا شوي دافي، الحليب والمي، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي نخلطهم ونشوف بدها العجينة كمان، هاي بدها كمان نحط لها شوي، بسم الله بسم الله. هاي جبت نص كاسة كمان، بدي انزل شوي شوي من الطحين على حسب العجينة ما تاخد عنا، بسم الله الرحمن. نزلها نصها بقية الكاسة، طبعا هاي بيرجع لنوع الطحين والسوائل اللي بتتشرب، ممكن تاخد 3 4. هاي بدها شوية كمان، حوالي يعني بتاخد 4 كاسات ممكن بالضبط. هاي حطيت النص كله وبدها شي كمان شوي، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هاي يعني شوية هلأ، هاي العجينة هيك شربت خلص، بس بدي اعجنها منيح منيح مع بعض، بسم الله. يعني اخذت شي 4 كاسات، وانتم بتشوفوا كيف قوام العجينه يعني حسب الطحين. انا نوعيه اللي عندي نوعيه منيحه للطحين، هاي هاي الطحين، هاي النوعيه اللي عندي، يعني هذا للحلويات والمعجنات، يعني بيختلف، يعني طبعا مش ضروري هو يتقيد. شايفين هاي قوام العجينة هيك صار عندي ناعم. إذا عذبتكم كنت تحطوا نقط من الزيت، نقط من الطحين، بس هي طبعا بهيك شكل بتكون ناعمة وطرية. هلا بدي أريحها لما ترتاح شي نص ساعة وبنرجع لها. هي نسبت العجينة حوالي شي نص ساعة لتخمر، بدي أرش هون شوية من الطحين عليها وأطلعها هون عشان أشتغل فيها، بسم الله. هاي رشيت هون كمان شوي من الطحين، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي ابلش اقطع عندي القطع، قطع وسط، يعني ما بدي تكون كبيرة كتير ولا تكون صغيرة كتير، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حطيت الطحين على اساس قلنا لو العجينة شوية طرية بتساعدكم، كيف كتير العجينة ناعمة، بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بدي أقطعهم كلهم، وبدنا نحشيهم طبعا بالجبنة، أنا بدي أحشيهم بالجبنة، هذا بيرجع لكم. الفطائر هذه طبعا فطائر مالحة، تحبوا تحطوا معها أي نوع جبنة، تحطوا لحمة، أي شيء أنتوا بدكم إياه. طبعا أنا عندي للحشو هاي الجبنة، طبعا جبنة عادية لا مالحة ولا حلوة، جبنة فيتا. وأنا بدي أحط من الجبنة البشر كمان معها شوي، هذا اختياري طبعا. طبعا هاي نوعين الجبنة، هاي وهاي عجيها هون. نبلش نشتغل، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أرق العجينة أنا عندي هيك، شايفين كيف العجينة ناعمة وخفيفة، حسب انتم ما بتحبوها. إذا القطعة كبيرة بتمدوها أكتر من هيك، أنا بدي أمدها وسط يعني تكون ماخذة راحتها. شايفين هاي مثل الرغيف العادي. بدي هلا اقصها بالتشكيل اللي بدنا نعملها فيها، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بدي اجيب السكينه، نخلي هون قد 2 اصبع،
انزل بالسكينه او ممكن تجيبوا القطاعه تبعت البيتزا. هاي يعني تقص، يعني بدنا نقصها اصلا العجينه. انزل من هون، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هاي، هاي القطعه اللي نفصلها عن الثانيه. شوي شوي هاي، شايفين بدنا نفصل العجينه هاي عن هاي. اصبحت عندنا هاي، شايفين هدول هيك. هلا بدي اضغطهم بالايد وقصهم كمان من النص، كمان قصة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هلا القصة الثانية كمان، نمشي عليهم بالسكينة من أول نص. شايفين هياتنا. هلا بدي أجيب هدول اللي قصيتهم، أبرمهم مع بعض فتل. العجينة نفتلها نبرمها. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين فتل فتل هيك، نعمل التاني زيها. هاي هاي مثل الجدول، نضمهم لف لف. وبعدين القطعة من هون الاثنين سنتي اللي سبناهم، بدنا نجيب هاي هي هون وهاي هون، ونلفها هون على العجينة اللي قطعناها من قبل. هاي شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك هلا بدي اسيبها على الصينية لترتاح. هلا اعمل كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا مثل ما قلت، هاي نسيب هون حوالي 2 سنتي ونقطع العجينة بهيك شكل. هاي شايفين. إذا عذبتكم السكينة ممكن بالقطاعة تقطعوها. هاي بدي أجي عليها كمان مرة من النص هون هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هي نفس الطريقة نلفها مثل الجدول هيك. هي بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين نعمل الثانية بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الله. شايفين هلا نقلبها هون وهي نقلبها هون، ونجيبها على هاي الطرف هيك. شايفين مثل هيك. هلا نعمل كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نخلص بقية الكمية ونشوفهم لما يجهزوا. هاي شايفين، نجي هلا بالسكينة يعني حوالي 2 سنتي نقص مثل اللي قبل، وهون نسيب كمان حوالي 2، يصير عندنا زي البيضاوي القطعة. هاي شايفين. هلا ننص نفس الشيء بالسكين، نيجي عليه هيك والتاني نفس الشيء. هاي نجتلهم مع بعض يعني فتل نبرمهم. شايفين نعمل التنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا نلفهم هيك بالعكس ونرجع نسكرهم. هاي زيادة العجينة بنلفها كمان. تصبح
عندنا بهيك شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هي هون انا جهزتهم، بدي ابلش احط الجبنه اللي عندي مثل ما قلت اختياري، وحميت الفرن هلا على 180 درجه، يعني بياخذوا لهم من 20 ل 25 دقيقه. طبعا درجه الحراره بدها تكون عاليه، يعني قبل ربع ساعه نكون حمينا الفرن. طبعا الحشو اختياري، ممكن تحطوا انواع تاني لحمه، تحطوا عليها سجق، زلامي، اي شيء، طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي احط هلا الجبن الثاني، النوع الثاني، البارميزان المبشوره. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين الرحمن الرحيم. هلا انا بدي ادهن الاطراف بشوي من زيت الزيتون، يعني ما بدي احط بيض او شيء او حليب، في ناس ما بتحب يعني بتتحسس. عندي زيت زيتون، بدي ادهن بس الاطراف. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عندي جبت حوالي معلقه كبيره من زيت الزيتون، يعني ما ضفت معها اي شيء. ادهن وانتوا الاطراف ممكن تحطوا عليها سمسم اختياري، اي شيء بتحبوا تغيروا كله اختياري، بس العجين كتير كتير طرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شايفين بدي احطهم هلا بالفرن، انا يعني ما ريحتهم على السريع على الفرن، وبنشوفهم لما يطلعوا. شايفين هيتنا طلعوا بالفرن استسخنين، اخذوا معي بالضبط شي 20 دقيقة، بس حابب كمان مرة أعيد عليهم على الأطراف يعطوني نتيجة أفضل، وبضلهم طراية بزيت الزيتون اللي عندي. هذا اختياري، ممكن أو ممكن لا. بسم الله. شايفين هلا دهنتهم، وبدي أحطهم على جات التقديم ونشوف كيف إسا سخنين. شايفين شكلهم بشحي ومنظرهم. طبعا هياتهم جهزوا عندي، وهي شكلهم النهائي. شايفين كيف محمرين وطرايا وناعمين. ان شاء الله بتعجبكم طريقتها وبتجربوها، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك ومن الشير، وبنلاقيكم بفيديو تاني، وبأمان الله.